يعطيكم العافية. بس قبل شوي حلينا هذا السؤال احنا، بس كان الرياكشن عندي وين؟ الرياكشن عندي انا فرضتهم لاتجاهات معينة. قلنا هون في عندي وزن البيم مقداره 109.81 على مسافة ثلاث من هون وثلاث من هون. تمام؟ الرياكشن انا بدي افرضهم كيف؟ افرضهم بالعكس، بدي احكي اي اكس هون مثلا واي واي هون، افرض مومنت معي هون. تمام؟ هاي اي اكس اي واي. تعرف انه انا اي شيء بفرضه ما الي فيه. افرض زي ما بدي، بخرج الجواب بيطلع نفسه خاوه، بيطلع معي نفسه خاوه. فانا ايش قلنا المعادلات اللي بدي استعملهم؟ بدي استعمل sum of sum of fx يساوي 0، يعني مجموع fx يساوي 0. راح اقول لك عندي سالب a x تساوي 0، اذا a x تساوي 0. قبل شوي حلينا مش طلع a x تساوي 0، راح تقول لي اه. طيب sum of fy يساوي 0، راح اقول لك في عندي سالب a y سالب 1200 سالب 100 ضرب 9.81 هي 981 بضل اضرب انا يساوي 0. راح تقول لي انه a y تساوي سالب 2281. طيب شو معنى السالب؟ السالب انه انا عكس فرضي. هاي من تشابتر 1 هذا الشيء بنعرفه، من تشابتر 2 بنعرف هذا الشيء. معناته هاي السالب، لا وين راحوا؟ لا وين راحوا؟ اي واي اي واي. فراح اقول لك انه عندي على السريع برجع اكتب هون sum of f x تساوي 0، بتطلع معي سالب a x تساوي 0، اذا a x تساوي 0. بعدين sum of f y تساوي 0، راح اقول لك سالب a y سالب 1200 سالب 981 يساوي 0، اذا a y تساوي سالب 2281. شو معنى هذا السالب؟ بكل بساطه انه انا السالب انا فارضها لتحت، فانا لو انه بدي اكملها بقول لك يساوي 2281 لوين؟ لفوق. لفوق تمام؟ يعني انا بحدد الاتجاه، فانه بالامتحان هسه راح يجيكم ملتيبل بالفاينل بقول لك وجد لي الرياكشن عند ايه؟ طب انت بتكون فارضه لليمين، فرض انه الدكتور فارضه لليسار، فانت راح يطلع معك موجب وهو راح يطلع معه سالب، وراح تلاقي بالخيارات موجب وسالب، الدكتور راح يلعب هاللعبه اكيد، اذا المومنت لعب فيها ما بده يلعب رياكشن، فبكل بساطه الدكتور راح يقول لكم جنب الخيار انه مثلا هاي تساوي 2281 ليفت، 2281 رايت، 2281 اب، 2281 داون، فانت ايش بتختار؟ تختار اب. ليش؟ بس انا فرضته لتحت وطلع معي سالب، السالب هي معناها انها لتحت، فرضتها لتحت معناته هي عكس الاتجاه، بس مش شرط دائما سالب يعني لتحت، لا السالب عكس فرضي، السالب انه الاشي عكس فرضي. تمام؟ تمام. يعني هسه بقول لكم مثال عليها. هسه في عندي مجموع المومنت sum of m at support a يساوي 0، راح اقول لك انه عندي ام اي مع عقارب الساعه يعني سالب ام اي، بقول لك بعدين سالب 1200 ضرب 2 شوي بس طيب سالب 1200 ضرب 2 بعدين بقول لك سالب 981 ضرب 6 يساوي 0، فبيطلع معي ام اي يساوي كم؟ نضرب مع 1200 ضرب 2 زائد 981 ضرب 6 بيطلع معي سالب، لا ضرب 3، هاي ضرب 3 هاي 3، 1200 ضرب 2 زائد 981 ضرب 3 بيطلع معي سالب 5343. سالب يعني ايش؟ عكس فرضي. سالب عكس فرضي، انا فرضته مع عقارب الساعه، اذا الناتج 5343
عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة زي هيك. وإيش هاي بسموها؟ كاونتر كلوك وايز. هاي اللي أنا فرضتها كلوك وايز، مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة. فانفهمت شغلة الرياكشن؟ أنا بفرض زي ما بدي. يعني أكبر مثال ليك زي هيك، عندي بيم عليه بن سبورت وعليه رولر سبورت وعليه لود للأعلى زي هيك، وأقول لك إنه هذا مقداره 10 وهي المسافة 2 متر وهي 2 متر، وأقول لك هاي النقطة A وهي النقطة B، بقول لك أوجد لي الرياكشن عند A وB. راح تقول لي أنا إيش بأول خطوة بدي أفرض الرياكشن؟ كيف بدك تفرضهم؟ أنت كيف تفرضهم؟ زي ما بدك. تقول أنا متعود إني أفرض لفوق ولليمين مثلا، وهي أفرضها لفوق. طيب بكل بساطة بقول لك سيجما اف اكس تساوي 0، إذا اي اكس تساوي 0، هاي اي واي، هاي بي واي، وهاي اي اكس. طيب بعدين سيجما اف واي تساوي 0، سيجما اف واي تساوي 0، راح تقول لي عندي اي واي زائد 10 زائد بي واي تساوي 0. طيب عندي مجهولين ماليش فيهم، سيجما مومنت عند البي تساوي 0، راح اقول لك اي واي بتعمل لي مع عقارب الساعه سالب اي واي في 4 زائد، لانه هاي ايش تمشي مع عقارب الساعه برضه سالب 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 10 في 2 تساوي 0. اذا اي واي بدها تساوي كم؟ سالب 5. اي واي بتطلع معي سالب 5. طيب سالب 5 ايش يعني؟ لتحت. لتحت. ليش؟ لانه انا فرضها لفوق وطلع معي سالب، اذا هي تساوي 5 لفوق، خمسة لتحت. شو اللي عملته أنا؟ اللي عملته بكل بساطة إنه أنا طلع معي الجواب سالب وأنا فارط لفوق، فإنه الناتج لتحت، فهي سالب 5. فأنا شو بعمل؟ بقول له AY هي لتحت، إذا سالب 5 وعندي زائد 10 زائد BY، وبنقل الطرف الثاني بتطلع معي BY برضو سالب 5، إذا BY سالب 5 يعني برضو الـ BY لتحت، يعني 5 لتحت. يعني أهم إشي الاتجاه، بفرض انا زي ما بدي، المهم الاشاره السالبه يعني عكس ما انا فرضت، والاشاره الموجبه زي ما انا فرضت. طيب هذا مثال بسيط، مثالين بسيطات. طيب نيجي على امثله شوي ازنخ. طيب هذا مثال، طبعا كثير مثال زنخ. هذا المثال بحكي لي اوجد الهورزنتال والفيرتيكال كومبوننت اوف ذا رياكشن على البيم. هذا بيم، بقول لي اوجد الرياكشن. قال لي اذا بي بن والاي روكر، بي بن يعني عليه اكس وواي، روكر يعني عليه رياكشن واحد. واصلا من الرسم واضح انه هذا مثبت زي هيك، وهذا انه زي العجل، زي العجل. فهذا بتحرك يمين ويسار، معناته عليه رياكشن واحد، وهذا مثبت فبكون عليه رياكشن، يكون عليه رياكشن. تمام. فأنا إيش بعمل؟ عندي ثلاث خطوات، سيجما اف اكس تساوي 0، راح أقول لك 600 كوساين 45، 600 كوساين 45 وين هاي؟ لليمين. طيب البي اكس وين أنا فرضها؟ أمشي على فرض الكتاب، فرضها لليسار زي هيك، بقول له سالب بي اكس تساوي 0، إذا بي اكس تساوي 600 كوساين 45، وموجب طلع معي موجب لما نقلت للطرف الثاني، هاي بي اكس 600 كوساين 45 طلع معي موجب، معناته فرضي صح، معناته انه بي صح، بي لليسار. بس لما فرضت لليمين راح يطلع معي الجواب سالب، برجع بعكس السهم. وصلت؟ هسه بطبق سيجما مومنت عند الاي او عند البي يساوي 0. بكل بساطه سيجما مومنت عند الاي مثلا، راح اقول لك عندي هاي 600 ساين 45 تعمل لي مسافه 2 متر، وال600 كوساين 45 بتعمل لي مسافة 0.2، وال200 هاي بتعمل لي مسافة 2 و3 5 و2 7، وال100 بتعمل لي مسافة 5، بيطلع معي قيمة بي واي، وبي واي بتعمل لي مسافة 7، بطلع معي الناتج. هاي الناتج هون حكى لي بي اكس تطلع معي 600 كوساين 45، بعدين اخذ المومنت عند البي، اخذ المومنت عند البي، انا اخذت المومنت عند الاي نفس الشيء راح يطلع نفس الشيء. فهون اخذ 100 في 2 اللي هي 100، هاي 100، 100 في 2 هيها، و600 ساين 45 في 5 هيها،
سالب 600 كوسين 45 هيها هيك بتعمل لي مع عقارب الساعه، والاي واي في 7، فرض الاي واي هيك، فبتعمل لي مومنت مع عقارب الساعه، فطلعت معي سالب اي واي في 7، فالناتج النهائي طلع موجب، طلع معي موجب يعني انا فارض صح. بعدين سيجما اف واي تساوي 0، طلع معي بي واي. فالفكره في فكرتين بهذا السؤال. الفكره الاولى انه لما اخذ المومنت عند اي باخذها عند البرغي اللي زي هيك، تمام، باخذها عند البرغي، فانا بلاحظ لو انا بدي اخذ عند هذا البرغي بلاحظ ان الفورس هي فوق هذا الخط، ففي مسافه. هذا الاشي يسموه ثيكنس البيم، ثيكنس البيم. فدائما هون حكى لك جهه الوزن البيم، يعني ما في وزن بالنص. هسه مرات بقول لك جهه ثيكنس البيم، يعني هاي البوينت 2 لا تاخذها، يعني ما في عندي 600 كوسين 45 في بوينت 2. طيب نرجع مثل هذا المستاخل، نرجع هذا المثال. هذا المثال بيقول لي اوجد الرياكشن عند A وعند B. طيب اول شغله انا بتخطر ببالي راح اقول لك اذا عندي انا سطح مائل، قصدي سبورت مائل، شو اعمل فيه؟ انا حكيت لك البن نصيحه مني انه خليه افقي، يعني افرض لي اياه زي هيك AX BY زي هيك، افرضهم زي هيك، وهذا AY هذا اكس، حرا بفرضهم زي ما بدي. طيب راح تقول لي هذول اربعه مجاهيل وانا معادلاتي ثلاث، كيف احله؟ بقول لك هون في عندي حاله شاذه. شو الحاله الشاذه؟ انه ما في عندي ولا لود افقي، فمباشره البي اكس راح تساوي اي اكس، فهي فعليا اختصرت لي معادله. خلص بطلع قيمه بي اكس، يعني باخذ المومنت عند الاي بطلع قيمه اي اكس، واي اكس بطلع بي اكس، بي اكس واي اكس طلعتهم. بس انا هذا السؤال ما بدي احله زي هيك، بدي احله زي ما حل الكتاب. الكتاب شو عمل؟ دائما اي سطح مائل بقول لك انه حط عليه قوه مائل زي هيك، وهذا عليه رياكشن اوف عمودي اي واي، وانا بدي افرض رياكشن افقي زي هيك. تمام، هاي اي واي، هاي اي اكس، وهاي بسميها نورمال بي، بسميها دائما نورمال انه عموديه. طيب شو بدي احل هذا السؤال؟ كيف بدي احله؟ يعني بقدر اخذ المومنت عند البي بس يكون عندي اي اكس واي واي، فلاحظ المعادله بتصير طويله، بدي احل المعادله الثانيه مشان احله. فلا، باخذ المومنت عند الاي بقول له سيجما مومنت عند الاي تساوي زيرو، بقول له عند الان بي بتعمل لي مومنت. هسه بنستعمل برنسبل اوف مومنت مشان هيك تشابتر 4 اللي مش دارسه يرجع يدرس. برنسبل اوف مومنت بقول لك اذا عندي قوه مائله وهي الزاويه 90، فمباشره ايش بتعمل؟ تضرب القوه في الوتر، فايش تعمل هاي؟ ان بي في بوينت 7.5. بعدين لود المثلث، هذا شو بعمل فيه لود المثلث؟ قلنا لود المثلث بنركزه، هاي ركزناه، بنركزه على مسافه كم؟ على ثلث من الزاويه القائمه، يعني هاي 1.5 على 3.5، وهي المسافه 1. طب قديش تركيزه؟ تركيزه نص القاعده بالارتفاع، نص ضرب 80 ضرب الارتفاع ضرب القاعدة اللي هي 1.5. فهذا الاشي بيعمل لي مومنت مضروب بمسافة 1، بحطه هون بيعمل لي مسافة مع عقارب الساعة، وعندي هون كابل مومنت بيعمل لي مع عقارب الساعة برضه هاي القيمة، هاي بحطه هون، بعدين بحط سالب 90 يساوي 0، فبطلع انا ال ان بي، بطلع ال ان بي. لما طلع ال ان بي شو صفى معي؟ بحللها بي اكس بي واي، وعندي هون AX NB ساين 30، قبل شوي قلت لكم ليش ساين دائما الأفقي باخذ ساين، و NB كوساين 30. ف NB أنا قبل شوي طلعتها من المعادلة الأولى، وساين 30 طلعتها، فبتطلع معي قيمة AX، بتطلع معي سالبة بعكس الاتجاه. بعدين سيجما أوف واي بحكي AY وسالب NB كوساين 30 وسالب 80، هاي اللود الموزع، بطلع الـ AX. هذا المثال ما مش كثير هاي، وهذا كل شيء حليناه ومشت الامور وحلينا زي هيك. هذا المثال على فيكس انساه، والله انساه. طيب نبدأ على امثله معينه بالهاي. طيب هون في كيبل، كل الكيبل بنبدله بوصله، يعني هذا السؤال اذا بدي احله، هذا بدي احله كيف بحله؟ بقول لك بكل بساطة عندي هون بن سبورت، بقول لك هون عندي AY AX. طيب وهاي
هاي شو بعمل فيها؟ لما اشوف عندي حبل زي هيك مربوط بين سبورت، هذا كله بشيله تمام ولا كأنه موجود، وهاي شو مالها قوة زي هيك تمام. فعندي انا ايش بعمل هسه؟ مجموع المومنت عند الاي تساوي زيرو، هاي بحللها تي، بسميها تي مثلا في 4 5، وهاي بحللها زي هيك تي في 3 5. فالمومنت عند ايه كم بده يساوي؟ تي في 3 5 عكس عقارب الساعة سالب 500، طبعا هي مضروبة بكم؟ بخمسة. 500 مضروبة بكم؟ 3 يساوي 0، بطلع قيمة تي، بطلع قيمة تي. شو طبقت أنا؟ معادلة المومنت عند الأي، بعدين بطبق سيجما اف اكس تساوي 0، بقول لك قيمة اي اكس ناقص أو نناقص اي اكس زائد تي اللي طلعتها من فوق في 4 على 5 تساوي 0، بطلع قيمة اي اكس، سيجما اف واي بطلع قيمة الاي واي تمام. يعني انا التشابتر كله راح اطبق ثلاث معادلات مش غيرهم، ثلاث معادلات مش غيرهم. طيب نيجي مثلا لهذا المثال، هذا المثال حكى لي اوجد الكومبوننت للرياكشن، عندي الفيكست عند ايه، هو حكى لي انه فيكست، حكى لي انه فيكست وقال لي تجاهل ثيكنس البيم، يعني اذا اعطاني مسافه زي هيك انا ما بدي اياها، هاي المسافه من هون لهون ما بدي اياها. طيب حكى لي انه فيكست، مباشره حكى لي انه فيكست، شو بعمل؟ بفرض رياكشن، بفرض هاي هيك مثلا، بفرض هاي هيك، وبفرض مومنت، بفرض مومنت زي هيك. بس انا دائما لما افرض بفرض انه بخلي الناتج موجب، هاي على احساس، يعني هاي القوه الافقيه كيف تعمل لي زي هيك، فانا بفرض الرياكشن بالعكس الاتجاه مشان ما يطلع معي سالب. هسه هذا القوى كلهم لتحت، معناته الرياكشن اكيد لفوق رد فعل. طيب هذول بيعملوا لي مومنت، هاي بتعمل لي هيك، وهي بتعمل لي هيك، وهي بتعمل لي هيك، وهي بتعمل لي هيك، وتبعت هذيك بتعمل، مين الاكثر؟ اللي لتحت كلهم بيعملوا لي مع عقارب الساعه، فبفرض الرياكشن عكس عقارب الساعه. يعني هذا على الاحساس، ما بدي اكون زي هيك ان اطلع الجواب دائما موجب، عادي بفرض زي ما بدي بشتغل. فمباشره هاي اي اكس وهي اي واي وهي ام اي. طيب شو بعمل هسه؟ سيجما اف اكس تساوي 0، راح اقول لك الاي اكس عندي على اليسار سالب اي اكس، وعندي ال 400 لليمين 400 كوساين 30، هذا شو يساوي؟ 0. فاذا قيمه اي اكس طلعتها. بعدين سيجما اف واي، سيجما اف واي تساوي 0، راح اقول لك عندي اي واي لفوق، وعندي سالب 200، وعندي سالب 200، وعندي سالب 200، وعندي سالب 400 ساين 30 تساوي 0، فبطلع قيمة اي واي. طيب جات، الله يعافيك يا روسان، رحبوا رحبوا عمي الروسان. طيب وعندي بعدين باخذ المومنت عند الاي، باخذ المومنت عند الاي، خلصت لك نمسحهم، بقول لك انه عندي ام اي زي ما هو عكس عقارب الساعة، وعندي 200 بتعمل لي هاي المسافة. طيب هاي المسافة كم؟ هاي المسافة من هون لهون كم؟ بدها تكون إذا عندي هاي واحد وعندي هاي 60 وطول الوتر 3، فالمثلث هذا مباشرة مثل ما تعلمنا 3 كوساين 60، 3 ساين 60، فالمسافة اللي بتعملها ال 200 سالب 200 في 1 زائد 3 كوساين 60 سالب 200، فبتعمل هاي 2 زائد 3 كوساين 60 سالب 200، 3 كوساين 60 و 400 ساين 30 في 4 في 3 كوساين 60، 3 زائد 3 كوساين 60 و 400 تعمل لي 3 ساين 60 تمام. عجق كثير السؤال، بس اهم شيء صنف اعمل فري بالتليجرام، ما اعرف كيف تتعامل مع المسافه، بتاخذ مومنت بنحل معك. طيب سؤال ثاني، هذا السؤال، هذا السؤال بيقول لي اي واي اي بدي افرضه زي هيك، ليش بدي افرضه زي هيك؟ على احساس، عندي هاي قوه لتحت معناته رياكشن لفوق، عندي هاي قوه لليمين تحليلها فبفرض الرياكشن لليسار، وهذا عندي ايش؟ بي واي. طيب عندي اي اكس بي اي واي قصدي بي واي اي اكس، بطبق المعادلات الثلاثة اللي ما في غيرهم
سيجما ام عند ايه تساوي زيرو. طبعا قال لي ايش اديها الثيكنس للبيم، يعني ال 500 كوساين او 500 الافقيه ما بتعمل شيء. طيب راح اقول لك عندي 500 في 4 على 5 في ايش؟ طبعا هاي بتعمل لي مومنت كيف؟ تعمل لي مومنت مع عقارب الساعه يعني سالب في كم المسافه؟ 5 فوت زائد بي واي في كم؟ في 10. والكابل مومنت هذا اللي هون بيعمل لي سالب 600، ما بنضربه بمسافه، ما بنضربه بمسافه، تمام؟ ديروا بالكم هذا يساوي 0 بطلع قيمه بي واي. طيب سيجما اف واي تساوي 0 بطلع قيمه ال اي واي، سيجما اف اكس تساوي 0 بتطلع معي 500 في 3 على 5 وتطلع معي 300. طيب اخر سؤالين ونخلص شابتر 5. هذا السؤال قال لي اوجد الهوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت اوف رياكشن ات بن اي ودي الرياكشن عند سي. طيب سي شو اعمل فيها؟ هذا اللي راح ناخذه بشابتر 6 بالتفصيل، بس انا حسب ما اخذنا بشابتر 5 اذا عندي وصله، الوصله قلنا بتتبدل بقوه وتاثيرها على النقطه هاي، معناته هاي بتتحلل هيك وهاي تحليلها زي هيك، وهذا السبورت كله بشيله ولا كانه موجود. فهاي القوه دي سي طبعا الزاويه 1.5 1.5 ب 45 ساين 45، وهاي دي سي كوساين 45، وهنا في عندي اي اكس وعندي اي واي، تمام؟ وايش باخذ سيجما مومنت عند الاي بطلع الدي سي ساين 45 في 1.5 تساوي 4 في 3 بطلع قيمه الدي سي، وسيجما اف اكس بطلع قيمه الاي اكس، سيجما اف واي بطلع قيمه الاي واي. بخلص السؤال. فترك هذا السؤال شو هو؟ اذا عندي نقطه زي هيك مربوطه ببن زي هيك مباشره ببدلها بقوه وتحليلها بيكون هيك، ما بحللها لتحت، ما بحلل زي هيك، فراح تعمل مومنت وتخرب الحفله كامله. طيب وفي سؤال اللي سالوني عنه كثير مش هون، طبعا هاي الشغلات كلها بترسوها مش داخله، ديروا بالكم يعني مش مهمه. مش بهاي النسخة. السؤال بقول لي اوجد الرياكشن عند الاي والبي وديها ثيكنس البي. قبل شوي حلينا على بن مائل وحكينا انه عنده من ميله زي هيك، بنحله زي هيك وبنحل، تمام؟ انا بقول لك من عندي هذا شيء خطا، ليش ما بدي اعمله؟ ليش ما بدي اعمله زي ليش لازم اعمله زي هيك واعمله زي هيك واعمله زي هيك؟ طيب بدنا نروح على موضوع متقدم وراح تاخذوه كمان سنه، بس في بعض الدكاتره بشرحوها هسه، واذا انه هسه انتم فهمتوه يعني ايش كويس، تمام؟ راح تاخذوه كمان سنه بس افهموا. طيب في عندي مصطلح اسمه ديتيرمنسي، خليني اكتبه كتابي اسهل. في عندي مصطلح اسمه ديتيرمنسي اند ستابيليتي. في عندي هذا المصطلح، هذا المصطلح بالهندسه المدنيه. هذا المصطلح شو معناه؟ معناه انه انا بقدر احل هذا السؤال بماده الاستاتيك او السترينث او الاستراكشر 1 ولا لا. وثاني شيء ستابيليتي، هل هذا البيم اللي انا بحسب له ثابت او لا؟ تمام؟ فهذا الشيء مهم، احنا ما بدنا عماره بتتحرك صح ولا لا؟ بدنا عماره ثابته، عشان هيك هذا الموضوع لازم ندرسه، بس ما بدرسه بالعاده بالاستاتيك، موجود بالاستاتيك بس ما في دكاتره بيشرحوه. والديترمنسي بدي اعرف اذا هذا عارف حله بالاستاتيك او لا، فهذا الشيء لازم شرحت لكم اياه اصلا قبل ما افوت بشابتر 5. بس ترتيب الكتاب مش طيب. الديترمنسي بكل بساطه بقول لي
انه انا عندي عدد المعادلات دائما ثلاث، اللي هم لو سميتهم equation يساوي ثلاث، وفي عندي شيء اسمه عدد المجاهيل اللي هو عدد الرياكشن. تمام، كل بساطة بقول لك إذا عدد الرياكشن أقل من عدد المعادلات شو بيكون عندي؟ هاي رياكشن بسميها بالرمز R. الرياكشن أقل من الإكويشن بقول لك هذا unstable، يعني أنا البيم عندي هذا مش ثابت، يعني أنا هذا ما بعرف أحله، ما بقدر أحله، البيم عندي مش ثابت ما في داعي أحله. قال الرياكشن بيساوي عدد الإكويشن معناته هذا stable مش شرط determinant، يعني بقدر أحله، بقدر أحله بالستاتيك. determinant هاي DET يعني بقدر أحله بالستاتيك. عندي الرياكشن أكبر من الإكويشن هذا indeterminant، هذا ما بقدر أحله بالستاتيك. تمام، ما بقدر أحله بالستاتيك. طيب هاي شغلة إنه إذا عندي عدد المجاهيل، عدد الرياكشن أقل من عدد المجاهيل معناته أنا ستيبل ما بعرف أحله أصلاً لا بستاتيك ولا بغيرها، والرياكشن بيساوي عدد المجاهيل كون ديتيرمنت بعرف أحله، والرياكشن أكبر من عدد المعادلات إنديتيرمنت فما بقدر أحله بالستاتيك ولا بالسترينث ولا بالستراكشر. طيب أنا شو أعمل بهيك حالة؟ في عندي شغلة اسمها الاستابيليتي، قوانين الاستابيليتي. أنا بشرحه على السريع بس كيف بتشوفوا على المثال. طيب لو كان عندي بيم زي هيك وعليه رولر رولر، تمام، راح تحكي لي عدد الرياكشن كم؟ واحد اثنين، صح؟ لأنه بتحركوا على الإكسات الاثنين، فعدد الرياكشن كم؟ اثنين. كم عدد المعادلات؟ عدد المعادلات اللي هي اف اكس اف واي مومنت كم؟ ثلاث. اثنين أقل من ثلاث فانستيبل. طيب في كمان فهذا انستيبل ما بعرف احله، ما بقدر احله اصلا، يعني او بحله بس ما بفيدني الجواب. ثاني شيء يقول لي اذا كان كل الرياكشن متوازيات، كل الرياكشن متوازيات بيكون انستيبل، فانا بلاحظ انه هذا لفوق وهذا لفوق فمتوازيات. يقول لي اذا الرياكشن بس لو كان عندي هذا بين صار عندي زي هيك، صح؟ فبصير عندي عدد الرياكشن ثلاث يساوي ثلاث، معناته ايش؟ معناته الثيرمنت بقدر احله بالستاتيك، وهذا هسه علينا كثير عليه. وبنفس الوقت الرياكشن مش متوازيات، عندك رياكشن هيك رياكشن هيك بس عندك رياكشن افق زي هيك، هذا مش متوازي مع اللي فوق، فايش هذا؟ ايش؟ ستيبل. هسه لو كان عندي البيم الرياكشن كلهم بلتقوا بنقطه بيكون هذا انستيبل. كيف يعني؟ لو عندي انا رولر زي هيك وبين زي هيك ورولر زي هيك، تمام، راح تقول لي هذا الرياكشن تبعه بيمد معي زي هيك، وهذا الرياكشن تبعه بيمد زي هيك، وهذا الرياكشن تبعه بيمد زي هيك، صح؟ انسى اي مكان. بقول لي انه هذا هسه الرسمه مضبوطه، بقول لك انه هذول الثلاث بيلتقوا بنقطه، الرياكشن ثلاث بيلتقوا بنقطه فهذا انستيبل. طيب نرجع لمثالنا، هذا المثال لو انا بدي انا ما احلله، كيف يعني؟ يعني اخليه زي هيك وخليه زي هيك، كم رياكشن عندي؟ راح تقول لي اثنين unstable ما بعرف احله. فعلا لو تحله راح يطلع معك جواب مختلف اذا انك عملته زي هيك وعملته زي هيك. فعشان هيك البن دائما حله زي هيك. وثاني شغله هذا الرياكشن له هيك، لو هذا عملته مايل زي هيك فهذولا نقطه التقائهم هيها، تمام، فالتقوا بنقطه معناته unstable، يعني انا ممنوع احله اصلا، ما مستحيل افكر، مش لازم افكر فيه. اما لو كان عندي زي هيك بقول لك عادي، ها هذا طاير هيك وهذا طاير هيك وهذا طاير هيك، بلاحظ انه هذول التقوا بنقطه بس الافقي ما التقى معهم بنفس النقطه، معناته خلص خلصت الامور. يعني لو كان عندي انا بن زي هيك بيم بيم ورولر زي هيك، تمام، هذا الرولر ماله يتحرك لفوق وتحت، معناته بيمنع الافقي، بيمنع الافقي، فهذا الرياكشن تبعه هيك. هسه هذا الرياكشن له هيك وهذا الرياكشن له هيك مثلا، فهسه هذا خط العمل القوة له كيف هيك، والرياكشن هذا برضه هيك وهذا الرياكشن هيك، نلاحظ انه كلهم التقوا بهاي النقطة، لاحظ انه كلهم التقوا بهاي النقطة، معناته انه هذا انستيبل ما بعرف احله. عشان هيك انتم بالرسمات هاي كلياتها ما راح تشوفوا شيء زي اللي انا بحكي عنه، لانه ستاتيك، لانه ستاتيك. ايوه بتلاحظوا بين رولر ما بتاخذ نفس المكان. طبعا الاشي هذا اللي حكيته موجود هون،
وين موجود؟ هيو هذا الاشي انا هسه حكيته هون، هاي شغلات الالتقاء. يعني هاي المعادلات الـ Determinants statically determined و undetermined اللي انا حكيتهم. طيب في شغله ظلت بالشابتر بسيطه بنشرحها، هي خلصت الشابتر. في شغله اسمها تو فورس ممبر. التو فورس ممبر بقول لك عادي قوتين متساويات في المقدار متعاكسات بالاتجاه وباثروا على نفس خط عمل القوه بسموهم تو فورس ممبر. ما في داعي ناخذ بعدين شابتر 6. في شغله ثانيه عندي اكزامبل مهم، عندي هذا الاكزامبل بلاحظ انه هاي تعطينا رياكشن عمودي. هسه هاي شو مالها؟ هاي تتحرك لفوق ولتحت صح؟ صح. راح تقول لي كمان انه ما في برغي بالنص هون، معناته هاي ثابته ما يعني هذا الشيء ما بقدر الفه زي هيك صح؟ انت تخيل الشكل امسكه بايدك بتقدر تحله؟ لا، معناته هذا بيعمل لي رياكشن افقي. ليش رياكشن افقي؟ لانه هذا ما بقدر اتفشه لليمين او اقدر اسحبه لليسار، هو بس مقيد بالحركه لفوق ولتحت. بما انه منعني الحركه عن اكس معناته الواي في رياكشن. هسه هذا بتحرك يمين ويسار بس الواي ممنوع، معناته هذا الرياكشن له هيك، وقلنا هذا ما بيقدر يلف بعمل له رياكشن زي هيك. باخذ هذا ام اي، هذا اي اكس، هذا اي واي. خذ المومنت عند كل مكان وبتخلص الامور. سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت. طيب شو في كمان اسئله هيك حلوه؟ شوفوا هذا اذا بتلاحظوا هذا هيك وهذا هيك، اما هذا المايل فهذا الرياكشن اللي هو بيمتد هيك وهذا بيمتد هيك وهذا بيمتد هيك، ما التقى بنص النقطة. الرياكشن الأفقي ما التقى فوق، لو الرياكشن الأفقي التقى هون بيكون ان ستيبل أو إنه ما بقدر أحله عكس اللي تحته. طيب معلش بعض الكتاب نرجع لهذا. هذا السؤال مثلا قال لي أوجد أوجد الرياكشن عندي، أو المقصود إنه أوجد قوة الحبل، أوجد الرياكشن اللي هون الرياكشن اللي هون، إذا هاي وزنها 80. هاي وزنها 80 يعني هاي القوة مقدارها 80 تمام. طيب شو بعمل انا؟ عندي هاي بكره والبكره رابطه نفس الحبل، رابطه نفس الحبل. فاذا انا لما بدي اعمل فري بدي دايجرام لهذا لهي الماسوره على هذا البيم بقول لك هذا اي اكس وهذا اي واي، وبقول لك انه هاي تنشن وهذا نفس التنشن لانه حبل، الحبل طالع منه. فانا ايش بعمل؟ هاي بحللها اكس وواي، باخذ المومنت عندي الاي مثلا بطلع قيمه التي، بعدين باخذ سيجما اف اكس بطلع التي بدلاله الاي اكس، وبتكون مع قيمه التي بتطلع مع قيمه اي اكس، سيجما اف واي بتطلع قيمه الاي واي. تمام ننتبه لهي الشغله. طيب شوف في كمان امثله هيك مشان هذا مثال بقول لي اوجد للرياكشن عند السبورت. هذا مثال اللي رقمه 514 كل اوجد الرياكشن عند السبورت. هسه هذا المايل، هذا المايل، هذا المايل، بس السبورتات مش مائله، معناته هذا مباشره هذا الرياكشن له هيك، هذا الرياكشن له هيك، هذا الرياكشن له هيك. هذا لد مستطيل مقداره 800، تركيزه بكون طول الوتر. الوتر كم؟ 4 3، فطول الوتر 5، ف 800 في 5 بالمنتصف زي هيك طول تركيزه، فتكون هاي 2.5 وهي 2.5 المسافه من هون لهون، المسافه من هون لهون. فبدي اخذ المومنت عند الاي، راح اقول لك هاي 800 في 5، بقول لك 800 في 2.5 تساوي مثلا اي واي في 3، بطلع قيمه ايش؟ بطلع قيمه الاي واي، سيجما اف واي بطلع قيمه البي واي، سيجما اف اكس بكل بساطه بحلل هاي القوه زي هيك بطلع رياكشن بالاكس. حدا عنده سؤال على هذا الشابتر؟ حدا ما فهم شيء؟ حتى عنده مش فاهم شكل معين عادي يسالني اياها. خلينا نفوت بشابتر 6 كمان شوي. شوف يا سيدي، طيب ها سؤال تفاين الفصل الماضي بس على شابتر 7 يعني. قال لي W 3 وجد الرياكشن عند A و B، بقول لك هذا مايل، هذا X وهذا A Y. خذ المومنت عند الـ A، ما بنصح اخذ المومنت عند الـ A، عند الـ B قصدي. ليش؟ لأنه هاي المسافة كاملة مش معي، تمام؟ فأنا إيش بعمل؟
بحلل هاي تحليل عادي، مش انه هي رياكشنات، لا تحليل عادي. فباخذ المومنت عند البي هسه، بقول لك انه هاي المسافه 3 كوساين 30، 3 ساين 30، وهاي ار اي ساين 30، هاي ار اي كوساين 30. فمباشره ار اي كوساين 30 في 4 زائد 3 كوساين 30، ونفس الطريقة هاي بالعكس، والدبليو في 4 في 2، ليش دبليو في 4؟ دبليو كم أعطاني إياها؟ 3، فهي 3 هيك، 3 في كم؟ في 4، فهي المسافة 2 وهي المسافة 2، وبنحل. بس أخلص سيجما في إكس بتساوي آر إيه ساين 30، سيجما في واي اللي هي إيه واي زائد ار اي كوساين 30 ناقص ال 12 بيعطيني بي 1. طيب ناخذ بريك بسيط ونبلش بشابتر، طبعا شابتر 5 3 دي مش داخل. ناخذ بريك بسيط ونفوت بالتراسيس ستراكشر اناليسيس، هي ماده بناخذها بالمدني اسمها ستراكشر 1 وستراكشر 2. خلينا نفوت على 5:30. حدا عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يضل من هون للخمسة ونص يسأل. طيب على 5:30 نرجع إن شاء الله. يعطيكم العافية.